القناة الأولى مباشرة. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة تتابعونا فيها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوجه رسالة ملكية للمشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، أكد فيها أن المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي. طاقم طبي متخصص ينجح في إجراء 4 عمليات لزرع القرنية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، نجاح يعد تتويجا لمسار علمي وطبي يجعل من المستشفى معلمة طبية وعلمية. حفل استقبال على شرف خديجة المرضية الفائزة بالميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم للملاكمة، وأداء مشرف للفريق الوطني المغربي النسوي للملاكمة بالهند. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوجه رسالة ملكية سامية للمشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة التي انطلقت أشغالها صباح اليوم بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وأكد صاحب الجلالة أن المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة، وأن هذا التقدم تم تسجيله بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة نابعة من رؤية مجالية شاملة. مضامين الرسالة الملكية مع ليلى عسلي، زكية بلقاس، عاشور بن مسعود ومحمد العروي. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، نوهت في مستهلها بالتقدم الهام الذي يسجله المغرب في القطاع الصناعي على مدى 20 سنة الماضية بفضل الاعتماد على مبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستناد الصناعة المغربية على استراتيجية طموحة وواضحة. فقد صممت هذه الاستراتيجيات لتجعل من الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية في المغرب ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل ومحفزا للاستثمار المنتج وللتصدير وقادرة للنمو والتنمية في خدمة المواطن، كما تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية والطاقية وبإصلاحات هيكلية بهدف تحسين مناخ الأعمال والرقي بتكوين الكفاءات والرفع من تنافسية الصناعة المغربية. وبفضل ذلك وبما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو اقتصادي وخبرة صناعية، تمكنت الصناعة المغربية من أن تركز موقعها على مهن وتخصصات على درجة عليا من التقنية وتصبح محركا للنمو والإنتاج والتصدير. رسالة ملكية سامية تحمل دلالات قوية أشادت بما حققته الصناعة المغربية في عدة قطاعات متطورة، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله على مراكز الريادة التي تتبوأها بلادنا إن على مستوى صناعة السيارات وكذا صناعة الطيران، حيث توفر المملكة المغربية منصصا ذات جاذبية لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات من معدات ومكونات وقطع غيار. كما عززت المملكة موقعها كفاعل رئيسي في مجال الأمن الغذائي العالمي والإفريقي على وجه الخصوص من خلال تطوير صناعة الأسمدة، بحيث صارت توفر للفلاحين منتجات تتميز بجودتها العالية وأسعارها المناسبة وتراعي احتياجات التربة والزراعات في كل منطقة. ومن جهتها تساهم الصناعات الغذائية الوطنية على تسمين موارد بلادنا السمكية والفلاحية وفي تعزيز السيادة الغذائية. كما استفاد قطاع النسيج والجلد من التحولات التي طالت سلاسل القيم العالمية من خلال تركيز موقعه في قطاعات مستدامة وذات قيمة مضافة عالية.
ونظرا لانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتغيرات المناخية، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني للصناعة، دعا إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي من أجل تقليص الاعتماد على الواردات ودعم قدرة المغرب على الصمود ورفع مستوى التنافسية. كما أكد جلالته أن سيادة بلادنا في هذا المجال تظل في صلب الأولويات. كما ينبغي الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة، ولكسب هذا التحدي فإن بلدنا تحتاج إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة وتوفر المزيد من فرص الشغل. لذلك يتعين على القطاع الصناعي أن يجعل من القدرة على توفير مناصب الشغل القارة للشباب رهانه الأول، إذ لا سبيل لتحقيق أي طموح صناعي بدون رأس مال بشري يتمتع بالقدرات والكفاءات العالية. وبالتالي فلا بد للنسيج الصناعي الجديد من تعميم ملائمة رأس المال البشري مع الحاجيات الخاصة للمشاريع الصناعية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شدد على ضرورة إرساء آليات المواكبة وتوسيع نطاقها من أجل تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والبحث والتطوير داخل المقاولة المغربية، مع إحداث منظومة تضم القطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث. حضرات السيدات والسادة، بالنظر لأهمية ما حددناه من أولويات واعتبارا لما يصطلح به القطاع الخاص من دور بجانب دور الدولة في القطاع الصناعي ومسؤوليته في رفع التحديات واستغلال الفرص المتاحة، فإننا ندعو هذا الأخير إلى الاستفادة من الدينامية التي أطلقها الميثاق الجديد للاستثمار واستغلال التحفيزات المتعددة الموجهة للاستثمار الخاص حسب الجهة اعتبارا لخصوصيات كل جهة ومواردها ومؤهلاتها، بما يتيح لكل منها إقامة قطب اقتصادي قادر على توفير فرص الشغل وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات الإنتاجية للمجالات الترابية. توجيهات ملكية سامية هي بمثابة خارطة طريق تصب إلى جعل المملكة المغربية نموذجا مرجعيا في مجال أنماط الإنتاج المسؤولة والمستدامة والخالية من الكربون، مما سيتيح استقطاب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص في قطاعات الاقتصاد الأخضر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر بالقصر الملكي بالرباط في اليوم الخميس فاتح رمضان 1444 هجرية الموافق إلى 23 مارس 2023 ميلادية محمد السادس ملك المغرب، الله يبارك في عمر سيدي. العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1444 مبادرة ملكية تجسد على أرض الواقع قيم التضامن والتآزر، هذه المرة تحط الرحال بالعالم القروي. من جماعة ردادنا بإقليب بن سليمان نتابع روبورتاج حسن زكي ومصطفى ودع. العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1444 تحط الرحال بالعالم القروي. الساكنة المعزة بجماعة ردادنا بإقليم بن سليمان استفادت من مجموعة من المواد الغذائية لا سيما الأرامل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة كدعم لهم خلال هذا الشهر الفضيل. معاونة مزيانة وليدي، الله يعطي صحيحته، الله يخلي لي وليداته، الله يصالحه، الله يعاونه، الله يعاون وليدي فرحنا، الله يفرحه في باب الجنة. وهاد المعاونة جاتنا في وقت زوين وجاتنا في رمضان، واللي تما جابوها الله يعطيهم الصحة، وكل شي خوتنا المسلمين الله يعطيهم الصحة، وسيدنا الله يعطيه الصحة، والله يعاونه والله يعينه، وعاش الملك. هاد المساعدة جاتنا مزيانة دابا في هاد رمضان، والناس ضعفاء دراوش ما عندهمش، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. كل عام كيتفكرنا في هذه المناسبة، الله يطول عمره والله يزيد لنا في المدد.
المبادرة الملكية والتي تشرف على توزيعها مؤسسة محمد الخامس للتضامن في هذا الموعد من كل سنة هي تجسيد ميداني لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي. ديما كتجي مع رمضان في الوقت المناسب. الله ينصر سيدنا والله يجازيكم بخير والله يحفظكم. هاد المعاونه جات في وقيتها وحنا ما عندناش محتاجين ليها. كنشكروا سيدنا. ما رمضان وحنا محتاجين ليها بزاف وكاين مساكن مساكين واللي ما عندهمش وخاصهم يعاونوهم ويعاونوا سيدنا الله يخلف عليه الله يعطيه صحيحته والله يطول عمره. الله زينا جات المناسبه دي زيد ديما كيعطي لنا سيدنا الله ينصرو ديما كيعطي لنا الله يعاونو. العملية هذه همت 339 مستفيدا بجماعة أرداد نولاد ملك فيما استفاد منها على مستوى قيادة أحلاف 962 شخصا. أما العدد الإجمالي للمستفيدين على مستوى إقليم بن سليمان فكان 5887 مستفيدا. عقدت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة دورتها العادية والتي تصادف الذكرى 65 لتأسيس دورة خصصت لتدارس برامج العمل وتصدير شراكات مع الإعلان عن النسخة الأولى لجوائز اللجنة. عبد الرحيم بن شيخي وحسن سيلة. دورة عادية خصصت لاستعراض حصيلة 2022 مع طرح خطة عمل ومشروع ميزانية 2023، حصيلة تميزت بتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج علاوة على ورش مراجعة إطار اللجنة القانوني، كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة مع مؤسسة كونراد إدناور الألمانية لتطوير التعاون في مجال التربية والعلوم والثقافة. هاد اللجنة تتلعب واحد الدور اللي هو جد مهم لا بالنسبة للتنسيق ما بين كل القطاعات اللي هي معنية والتنسيق مع واحد العدد ديال المؤسسات الدولية كاليونسكو وليسيسكو ولاليكسو. وتقوية لوسائل الاشتغال تنفتح اللجنة على عدد من المنظمات الدولية والإقليمية دعما للبحث في علوم حديثة. نطمح إن شاء الله أن يكون تعاوننا على أرض الواقع وأن تكون البرامج هادفة وأن تصل أيضا إلى المجتمع الذي هو بأمس الحاجة لمثل هذه البرامج والمشاريع. كما تم الإعلان عن نتائج النسخة الأولى لبرنامج جوائز اللجنة الوطنية في البحث العلمي والتنمية المستدامة والحس المقاولات والتكوين المهني. عرفت عدد من أحياء الرباط وتمار مساء أمس انقطاعا جزئيا للكهرباء إثر حريق اندلع في محول كهربائي رئيسي بالعاصمة امتد إلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم. وعلم لدى الشركة المفوضة لخدمات الكهرباء والماء أن نيرانا شبت في خلايا على مستوى محطة المحولات الكائنة في منطقة جيش لوداية والتي تزود جزءا من العاصمة بالكهرباء. وهمت انقطاع الكهرباء أحياء يعقوب المنصور واليوسفية وحي الرياض والسويسي بالرباط وكذا هرهورة ومناطق أخرى بمدينة تمارة المجاورة. عمليات زرع القرنية من أدق العمليات الجراحية في اختصاص طب العيون. بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة 4 عمليات ناجحة لطاقم طبي متخصص، تتويج لمسار علمي وطبي يجعل المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة معلمة طبية وعلمية في هذا التخصص وتخصصات أخرى. عبد الرحيم بن شيخي ورشيد العتابي. عتمة القرنية من بين الأسباب الخمس للعمى وعلاجها الوحيد هو زرع القرنية، وأسباب علتها متعددة كانخراطها سبب أول أو مضاعفة جراحة المياه البيضاء أو حروق وتعفنات أو التهابات مما يؤدي إلى عتمة هذا الجزء من العين. تمكننا من إجراء أول عمليات زرع القرنية اللي استفدوا منها 4 ديال المرضى، وهذا النوع ديال العمليات هو جد مطلوب ولائحة الانتظار في الجهة الشرقية هي لائحة جد طويلة. ودونك الحمد لله بما أننا تمكننا من إجراء هذا النوع العمليات دونك غادي نوفروا على المرضى عناء التنقل لوجهات أخرى من أجل إجراء هذه العملية. زراعة القرنية من اختصاص المستشفيات الجامعية، ومنذ 2014 تم العمل على الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وما رافق ذلك من عمل دؤوب حتى توصل الفريق الطبي لإجراء العملية. طاقم محترف وفر تنقل المرضى إلى جهات أخرى أو خارج الوطن.
درت العملية على زراعة القرنية، كان استكفلت بيا الدكتورة مبروكي وتسجلت، ومن بعد عيطولي جاب الله التيسير وعلى حسب الإمكانيات ديالي. هذا كنا درنا لها بعد وحدة في تونس، كلفتنا واحد المبلغ كبير، ما غير الجمعيات وكذا والناس اللي تدخلوا، والحمد لله ونحمد الله ونشكره ملي هذا الخطره فتحنا الفرصه اللي المستشفى الجامعي ديالنا بوجده اللي قام بهذه العمليه هذه، والاطور كفء واطباء نشكرهم بزاف بزاف جزيل الشكر. هذه القرنيه راه العذاب في الدنيا، بنادم هو ما كيشوفش معدم، ولكن اللي استطاع والو كتشديها برا غالية. إنجاز طبي يجعل من المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة صرحا طبيا خدمة للمواطنين من الجهة الشرقية، علاوة على ما يوفره من خدمات طبية أخرى في تخصصات مختلفة. وللمزيد من المعطيات حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من وجدة البروفيسور رشيد سخسوخ، رئيس طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة. مرحبا بك معنا. إذا بروفيسور، أول عملية جراحية من نوعها على مستوى المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة، ما هي دلالتها ورمزيتها؟ شكرا جزيلا ورمضان مبارك كريم. هذه العمليات كانت سبقتها واحد ثلاثة نتاع العمليات زراعة القرنية لوتوغراف، يعني نفس المريض كنقلوا له القرنية من واحد العين للعين الأخرى، ولكن هذه حالات نادرة. الدلالة نتاع هذا الإنجاز اللي درناه هو الاستمرارية، يعني المرضى اليوم يقدروا يستافدوا إن شاء الله في المدى الطويل بهذا زرع القرنية اللي كتكون مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية. طيب بروفيسور، طاقم طبي متكامل أشرف على هذه العملية. نعم، هل يفسح المجال للقيام بعمليات جراحية مماثلة مستقبلا والعمل على التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء؟ نعم، أنا العمليات عندنا واحد المشكل تاع التبرع بالأعضاء، وخص حملات تحسيسية وخص إرادة سياسية باش تكون. والمرضى نتاعنا كانوا كيتنقلوا لتونس، الاخوه ديالنا لتونس، وكيتنقلوا لفرنسا والرباط باش يديروا العمليات. التكلفه كانت باهظه للتنقل واجراء العمليه. اليوم الحمد لله عندنا طاقم وكفاءه عاليه، نقدروا نديروا العمليات هنايا بكل تقنيه عاليه ان شاء الله، ونقصوا العناء نتاع التنقل للمرضى. البروفيسور رشيد سخسوخ، رئيس طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، شكرا لك على هذه التوضيحات. شكرا جزيلا. نعم، في كرة القدم دائما وفي لقاء محلي، فريق الجيش الملكي يتأهل إلى ربع نهاية كأس العرش على حساب فريق ستاد المغربي في لقاء قوي عرف تسجيل 4 أهداف. عبد الحق بهت. في لقاء محلي قوي ذكر من الأمجاد الخالدة خاصة في فترة الستينات للفريقين الكبيرين، فريق الجيش الملكي وفريق ستاد المغربي، دارت هذه المواجهة هنا بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط تحت قيادة الحكم محمد الهويدري برسم تمون نهاية كأس العرش في كرة القدم. فريق ستاد المغربي فاجأ الحضور بهدف مباغت وقعه اللاعب كيفان كاوديوكواكو في الدقة 36 بعد تمريرة عرضية ممتازة من اللاعب زكريا الصالحي. فريق الجيش الملكي سيعود الكفة متعادلة بعد هدف اللاعب حاتم الصوابي على مشارف نهاية الشوط الأول، وذلك بعد اختلاط أمام مرمى الحارس إسماعيل بقشيش. الحارس بقشيش ستتلقى شباكه هدفا ثانيا في الدقيقة 66، والموقع هذه المرة اللاعب العربي الناجي بعد زاوية نفذها بإتقان اللاعب رضا سليم. اللاعب رضا سليم سيكون مرة أخرى وراء الهدف الثالث والأخير في اللقاء، ودائما لصالح فريق الجيش الملكي من توقيع اللاعب مصطفى سهد بعد تمريرة ممتازة بكل ثقة من رضا سليم نحو الهداف الجديد للجيش الملكي مصطفى سهد الذي يضع الكرة في شباك، معلن عن تفوق فريق الجيش الملكي على فريق ستاد المغربي ب3 أهداف لهدف واحد. ينضاف بذلك فريق الجيش الملكي
إلى قائمة المتأهلين إلى دور بنهاية كأس العرش، إلى جانب كل من فريق شباب محمدية وشباب هوارة، في انتظار باقي المواجهات عن دور ثمانية كأس العرش في كرة القدم. بعد إنجاز مشرف حل بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء الفريق الوطني المغربي النسوي للملاكمة بعد تحقيقه لنتائج متميزة باحتلاله المرتبة الخامسة من بين 70 بلدا شاركوا ببطولة العالم للملاكمة المنظمة بالهند. نتائج جاءت بفضل إحراز المغرب ميداليتين ذهبية للبطلة خديجة المرضي وبرونزية لياسمين متقي. التفاصيل في ورقة حسن زكي ومصطفى ودة. خديجة المرضي أبت إلا أن ترضي جميع المغاربة وتهديهم لقبا عالميا جديدا ينضاف إلى سجل ألقاب الملاكمة المغربية، لقب توجت به خلال مشاركتها الأخيرة ببطولة العالم بنيودلهي، حيث أحرزت ميدالية ذهبية بنزالها النهائي على حساب الكازاخستانية لازات لتنتزع بذلك بطولة العالم في وزن أكثر من 81 كيلوغرام، لقب انطلقت على إثره تهنئة ملكية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عند وصولها لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء. صراحة الإحساس لا يوصف لا يوصف لا يوصف ببرقية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الحلم ديال الأم ديالي والحلم ديال المغاربة والحلم ديالي أنا كذلك ووليداتي تحقق، وخصوصا الحلم ديال أمي رحمها الله كما كتحلم بنتها ديما كتوسم صاحب جلال الملك محمد السادس قول لها بنتك الحمد لله ولات بنت صاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله بنت الشعب. شكرا ماما على هذه القوة اللي عطيتيني وهذا الصبر والتحدي، الله يرحمك والله يخلي لي الواليد والله يخلي لي وليداتي والله يخلي لي الشعب المغربي وصاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله على رعاية الرياضيين. أن الفريق الوطني استطاع أنه يحقق جوج ديال الميداليات وفي جوج ديال النسخ على التوالي، وهذا إنجاز غير مسبوق. خلال دورة إسطنبول حقق ميدالية فضية وحقق جوج ميداليات في هذه الدورة، هذا يعني أن هناك استمرارية في العمل وتأكيد المجهودات التي يقوم بها الطاقم التقني وكذلك الجامعة الملكية المغربية للملاكمة. ميدالية ثانية حققتها المشاركة المغربية خلال هذا الحدث العالمي من معدن البرونز، وتوجت بها البطلة ياسمين متقي في وزن أقل من 48 كيلوغرام، بالإضافة إلى مشاركة مشرفة للبطلتين وداد برطال ورباب شيدر وسط منافسة قوية لأزيد من 300 ملاكمة يمثلن 70 بلدا. كانت منافسة قوية بس وصل ثلاثة ديال الملاكمات الكارت فينال راه ماشي سهلة. أول دولة عربية وإفريقية اللي وصلت لهذا الإنجاز في تاريخ رياضة الملاكمة، بس تحصل على ميدالية برونزية وميدالية ذهبية في بطولة العالم راه ماشي سهلة. بالنسبة للإنجاز كان إنجاز بالنسبة لي كان كبير بزاف، لأنه أول مرة حققته في بطولة العالم جبت نحاسية لأن ما كانش بزاف بالنسبة لي ماشي بسهل لأني ضربت التمارات ديال بصح. أنا ديما طموحة وإن شاء الله غنزيد اكثر واكثر، التدريب ديما غادي يبقاو يتزادوا، وان شاء الله كنتمنى من هنا لقدام تكون النتيجه احسن في كاليفيكاسيون ان شاء الله نكاليفي للجوز اولمبيك. باحرازه لميداليتين ثمينتين خلال هذه المحطه العالميه، المغرب استطاع احتلال المرتبه الخامسه، نتيجه تعطيه الحافز للتالق بالمحطات المقبله واهم الالعاب الاولمبيه القادمه وبطوله العالم بالنسبه للذكور الشهر القادم. صلة الرحم بين الملاكمين السابقين مبادرة نظمتها خلال هذا الشهر الفضيل جمعية قدماء نجوم الملاكمة المغربية في برنامج الزيارة صلة الرحم مع الملاكم المغربي أحمد بورزة، أول رياضي يشارك بألعاب البحر الأبيض المتوسط. والتفاصيل في روبرتاج أمين هنوي وعبد الرحمن زياد. زيارة لأحد نجوم الملاكمة المغربية سنوات الخمسينات من القرن الماضي، ويتعلق الأمر بالبطل الأولمبي وصاحب أول ميدالية ذهبية مغربية بألعاب المتوسط. إنه الملاكم أحمد بورصة الذي يبلغ من العمر 84 سنة، حيث نال منه المرض وأضحى لا يتذكر نزالاته العديدة بأكبر التظاهرات العالمية للملاكمة. وأنا قلبي بيسكت بالفرحة، هاد الإخوان هادو راهما ديكاريات ديالي، وأجدرت أنا دابا
عيان مهلوك ناسي كلشي. جد سعيد اننا كنكونوا في خطوات عندها. انا كنكتشف يعني كنكتشف وكان عندي الشرف الكبير لان اول ميداليه ديال البحر الابيض المتوسط وذهبيه جات راه ديال هذا الراجل هذا. قليل الناس اللي غادي يعرفوه، ربما الا بعض الناس اللي كيمشيو لجوجل غادي يلقاو الاسم ديالو، ولكن هو راه باقي حي. زيارة للأبطال السابقين للملاكمة بمناسبة شهر الفضيل تقوم بها جمعية قدماء نجوم الملاكمة المغربية قصد صلة الرحم وإبراز قيم التآزر والتضامن بين أسرة هذه الرياضة الأولمبية. من الملاكمين الأقوياء في هذاك السن ديال الأخر ديال الخمسينات والأول ديال الستينات، وكان حصل على ميدالية في البحر الأبيض المتوسط في 59 في بيروت، أول ميدالية ذهبية اللي غتدخل المغرب، وأول مشاركة للمغرب في الألعاب الأولمبية في روما. أحمد بورزة بطل من ذهب، رفع راية المغرب في العديد من التظاهرات الرياضية الدولية أبرزها الألعاب الأولمبية بالعاصمة الإيطالية روما سنة 1960. قبل الختام نتعرف على جديد توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس ببلادنا لبقية نهار اليوم والليلة المقبلة مع سلاف سريع. طب نهاركم مشاهدينا وأهلا بكم إلى النشرة الجوية، نستهلها بنشرة خاصة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من المستوى البرتقالي والتي تتوقع ارتفاعا في درجات الحرارة إلى غاية يوم الخميس بدرجات ستتراوح ما بين 38 و 41 درجة بداخل سوس وكذلك بالمناطق الجنوبية، وبدرجات ستتراوح ما بين 36 و 38 درجة بكل من الفقيه بن صالح اليوسفية مراكش كديري دوتنان شتوكا إتباها تزنيت كلمين طنطان بترفايا شيشاوة سيدي بن نور سطات قلعة سراغنا رحمنا وكذلك بأسفي وطيلة يوم الجمعة بكل من أوسرد وبواد الذهب. ومن بعد سوال هذا اليوم بحول الله من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة بجنوب منطقة الشرق وصافية إلى قليلة السحب بالريف وبالواجهة المتوسطة وكذلك بالمناطق الشمالية عموما، كما ستهب رياح قوية نسبيا بمنطقة طنجة وبالهضاب العليا الشرقية وبالسهول الداخلية، كما ستشهد درجات الحرارة بعض الارتفاع لا سيما بالسهول غرب الأطلس لتصل بميدلتا إلى 41 درجة، 24 درجة بإفران، 34 درجة بمكناس، 31 درجة بالعرائش، 34 درجة بوزان، 25 درجة بالرباط، و 24 درجة ستسجل بالدار البيضاء والجديدة. أجواء غائمة بالأطلس الكبير وصافية بالمناطق الوسطى مع طقس حار بسوس وبالجنوب الشرقي وكذلك بالسهول غرب الأطلس. درجات الحرارة بأرفود وزاكورا ستسجل 32 درجة، 35 درجة بملال، 29 درجة بتنغير وبورزازات، 36 درجة بمراكش، 27 درجة بالصويرة، 38 درجة بترودانت، و 33 درجة مرتقبة بطاطا وبمدينة أسفي. بالأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء مستقرة مع رفع بعض الزوابع الرملية وهبوب رياح قوية نسبيا، فيما ستشهد درجات الحرارة بعض الارتفاع لتصل ببكرة إلى 39 درجة، 40 درجة ببئر أنزران، 33 درجة بالعيون، 38 درجة بأوسرد، 22 درجة بالدخلة، وبمدينة القويرة ستسجل بحول الله 29 درجة. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا وعودة إلى بلاطو الأخبار. مشاهدينا إلى التذكير بالعناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوجه رسالة ملكية للمشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، أكد فيها أن المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي. طاقم طبي متخصص ينجح في إجراء 4 عمليات لزرع القرنية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، نجاح يعد تتويجا لمسار علمي وطبي يجعل من المستشفى معلمة طبية وعلمية في هذا التخصص. حفل استقبال على شرف خديجة المردية الفائزة بالميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم للملاكمة وأداء مشرف للفريق الوطني المغربي النسوي للملاكمة بالهند.
شكرا لكم على المتابعة وطابت أوقاتكم بكل خير.